مساء الورد على كل حبايبي ورمضان كريم. نتمنى لكم يا رب دايما الصحه والسعاده وتكونوا في احسن حال. يا ريت ما تنسوناش في اللايكات والشير والسبسكرايب فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان نكون دايما على تواصل. طبعا معانا بقى النهارده في برنامج رامز موفي ستار، كان منزل النهارده في الحلقه الاولى كانت ضيفه الحلقه او ضحيه الحلقه هي طبعا صابرين. صابرين طبعا كانت النهارده يعني بصراحه في حاله لا يرثى لها. حصل المقلب في صابرين، طبعا رامز جلال استدرجها بحيث قال لها يعني انت هتيجي تقدمي برنامج وكده، فطبعا هي جت عادي على اساس ان ما فيش حاجه يعني، وما كانتش تعرف خالص ان هو هيتعمل فيها كده اساسا، فجت بقى على طول واتجهت البرنامج. وقال لها يعني رامز قال لها ان البرنامج هيكون ده، البرنامج ده هيكون في السعوديه، وفعلا صابرين راحت اتجهت للسعوديه عشان تبدا ان هي تمثل تعمل البرنامج دوت. تقريبا كان دور تمثيل يعني، كانت هتمثل يعني. هو قال لها انت مطلوبه في دور يعني لازم تيجي تتمثليه، ومحدش يعرف يعمله الا انت يعني وكده. فطبعا هي بالفعل راحت السعوديه، وفجاه ركبت عربيه كده كانت متجهه يعني للمكان اللي هو مكان التصوير، وبعد كده فجاه لقت العربيه طبعا هتبدا ان هي تنزل فيها في بحيره كده، والبحيره دي طبعا مليانه اسماك ومليانه تماسيح يعني وكده. طبعا صابرين والعربيه كانت خلاص كانت فاضله شويه وهتقع فعلا في البحيره ديت، صابرين طبعا جالها حاله من الرعب والعياط الهستيري، ومكانتش مصدقه اللي بيحصل ده. ورامز جلال اصلا كان راكب برده معاهم في نفس العربيه، وكان بيحاول ان هو يضايقها كل شويه، وبيحاول ان هو يستفزها يعني، ويرمي عليها كده تعابين ومش عارفه ايه، وهي طبعا كانت بتتضايق وكانت عماله تصرخ جامد جدا جدا وتصوت. وطبعا العربيه اصلا ما كانتش هتقع يعني، ده كان يعني زي تهديد كده عشان ايه الضحيه تخاف يعني، او الضحيه يعني هيخاف ويترعب يعني وكده ويحصل له حاله من الرعب. وطبعا في الاخر بقى هم انقذوا العربيه دي قبل ما تقع، ورامز جلال قال لها ما تزعليش ما تتعصبيش، ولكن طبعا صابرين اتعصبت وكانت ضربت رامز جلال جامد وقالت له ما تزعش الحلقه دي.